اذكر موقف صار لي مثلا، ذهبت انا واحد العائله، فجيت احجز الفندق، ايه ففي يوم جميع الايام بسعر معين ما عدا هذا اليوم اصبح بسعر مختلف. فسالت استفسرت من صاحب او الريسبشن او فانه ليش اليوم هذا مختلف؟ قال لي لا، هذا يوافق اللي هو عيد الحب، فهو اها سعر مختلف. تواجه مثلا اعياد للام، وكان الام لا يجوز انه اهدائها او هي الا في هذا اليوم، محلات المجوهرات، محلات الحلويات، يزيد الأسعار. دائما دعايات في الجرايد، انه دعايات لها بانه هذا اليوم، وانه بنعطيكم مثلا بشكل معين يناسب هذه المناسبة. ف وطبعا أيضا الأعياد، الأصل الالتزام بالأعياد الشرعية، هذا هو الالتزام. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، يعني عندهم كذا أيام مناسبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قضى على جميع الأعياد إلا عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، أمرهم أن يحتفلوا بها. أما غيرها من الأعياد فلا يلتفت إليها، بل زد على ذلك. يعني ترى يعني الاحتفال بالأعياد التي لغير المسلمين هو نوع من التشبه بهم ونوع من التشبه بدينهم أيضا. أنا لما أحتفل بعيد ميلاد المسيح، مع أن المسيح كما ذكرت لم يولد في هذا اليوم، لم يولد في 25 ديسمبر، ومع ذلك هم يحتفلون به وبعض المسلمين يحتفلوا به. طيب يا أخي، أنت نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ما علاقتك بالاحتفال بيوم ميلاد المسيح؟ صحيح نحن نؤمن بالمسيح عيسى بن مريم، ومن كفر بالمسيح عيسى بن مريم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ثم قال: لا نفرق بين أحد من رسله. ما نفرق، أنا أؤمن بموسى وأؤمن بعيسى وأؤمن بمحمد عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، لا يجوز أن أفرق بينهم أبدا، لكن مع ذلك ما يجوز أني أحتفل بأعياد الميلاد تشبه بأولئك القوم.